أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا لي أبا يصلي الفجر في جماعة. أنا لي أبا. أبا؟ أي نعم. أب. أو أب. يقول أبا وهي أب. أي نعم. أب. أنا لي أب. ما تعلم العربية. نعم. أي نعم. يقول سلمك الله: أنا لي أب يصلي الفجر في جماعة ويأكل الربا ويعرف أنه حرام، وأنا أعيش معه في نفس البيت وآكل من نفس المال أنا وزوجتي، فماذا أفعل؟ إن كنت تستطيع الخروج والبعد عنه يجب عليك هذا، أما إذا كنت ما تستطيع الخروج ما معك شيء، أن تبقى للضرورة إلى أن تجد لك مكان، تجد لك نفقة تخرج من عنده. نعم. أحسن إذا الله. كنت تستطيع الخروج والاستقلال فلا يجوز لك البقاء عنده. نعم.